خليني بس أعقب على الأستاذ خلف في أسلم. كلمة الوعي بالنسبة للتطوع، هو للأسف أنه إلى لازال إلى الآن هناك ضعف في وعي التطوع. رؤية 2030 من ضمن أهدافها أنه نصل عدد المتطوعين في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من مليون. نعم. السنوات الأخيرة وهذا بمرأة الجميع، التطوع الآن أصبح كل عام في ازدياد. جميل. كان التطوع في على مدار العام ربما يكون في مناسبات معينة، إما يكون مثلا في موسم الحج أو في موسم رمضان. الآن لا، الآن على مدار العام تشوف المتطوعين في كل مكان. الشباب في المملكة العربية السعودية وهم نسبة أكثر من نصف عدد السكان المملكة العربية السعودية من فئة الشباب، لديهم دافع للتطوع بشكل كبير جدا. الحمد لله. ما نشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون جزء بسيط من هذا الاندفاع، أنا أسميه اندفاع قوي جدا للتطوع. خلينا نتكلم عن مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي للتطوع. للأسف الشديد خلينا أقول لك أنه أكثر المشاهير يعني اتجاههم للتطوع ربما يعني قليل جدا، ما أدوا واجبهم، تحس قليل جدا. أين الخلل؟ المشاهير يبحثون عن شيء عشان يقدمون وعي للتطوع، أنا ما يعني ما شفت، ما أدري. المشهور ليش يعني الآن تملك أنت بالملايين، صح، تملك ملايين يعني بالملايين بالمتابعين، إيش المانع أنه توجه رسالة للمتطوعين، تغطي شيء عن المتطوعين، زكاة لشهرتك؟ يعني إيش المانع؟ للأسف أنه يعني خلينا أقول أنه بعضهم يبحث عن المال، وحق له، هو يحق له، نعم، لكن في الأخير هو إيش؟ تطوع. يعني يجعل له جانب ثاني تطوع، نعم، ليست يعني كل الدنيا مال، زكاة. نعم. فمواقع التواصل مهمة جدا الآن في الوقت الحالي، شاء من شاء وأبى من أبى. مواقع التواصل هي مسيطرة، سيطرة تامة على الوضع الإعلامي